مرة أخرى نعود إلى استاد أسوان لمتابعة أيضا وقائع المؤتمر الصحفي، ولكن المرة دي هيكون مع الكابتن أيمن رمادي المدير الفني لفريق أسوان. هنتابع المؤتمر الصحفي ونشوف هيقول إيه، ومنه إلى فاصل ونلتقيكم بعد الفاصل. فأنا الحقيقة حزين جدا جدا إن إحنا للأسف كنا المفروض ناخد بالأسباب وكنا نبقى بدري شوية، لأن إحنا عندي محمد حمدي زكي صعب إن هو كان يلعب دلوقتي، المفروض ما نستعجلش عليه لانه راجع من اصابه، المفروض لعيبه كتير تريح زي عماد وزي المجموعه دي، لكن للاسف الشديد المفاجاه كانت غير ساره بالنسبه لي ابدا ابدا، ان انا اتفاجئ امبارح في التدريب الاخير ان انا القيد كان يعني موقوف بالنسبه لنا. وانا طبعا يعني الاسباب هي معلومه، لكن انا زعلان جدا جدا من الموقف ده، لأن الموقف ده أربك حساباتنا تماما، لأن كان عندي إيدلسون مصاب وكان البديل ليه اللاعب محمود محمود فهمي اللي واخدينه من المقاولين. مفاجأة غير سارة ومفاجأة ما تنفعش تحصل لمدرب، إن هو يبقى واقف في الملعب وبعدين يجيله الخبر إن محمود إن اللاعب مش معاك أو اللعيبة مش معاك. فاضطريت ان انا اجل المحاضره لان كنت لازم اعرف موقف ايدلسون، لازم اعرف موقف احمد خالد، مرينا بظروف غير عاديه. لكن الحقيقه لو شلت الظروف دي واتفرجت على احداث المباراه اعتقد ان احنا يعني خسرنا نقطتين غاليين جدا باضاعه ضربه جزاء، وبان احنا كنا تقريبا شبه مسيطرين، ما فيش هجمات علينا ابدا. لكن الحقيقه على كل حال انا مريت بيوم يوم ما ينفعش ابدا يكون موجود في عصر احتراف كره القدم، وانا ما اعرفش الوم على مين، لكن كل اللي انا اقدر اقوله ان انا ما اعتقدش ان في حالات زي دي كتير ممكن تحصل، ان عندك اصابات على الاقل لو المفروض الحاجه دي كانت تتعرف من بدري مش من منتصف التدريب الاخير لينا بعد ما بلورنا التشكيل الاساسي ومين اللي هيلعب. اتفاجئ ان انا في ناس مش هتبقى موجوده معايا، انا زعلان جدا جدا من الموقف ده، ولابد ان هو يتخذ فيه قرار. انا ما بلومش حد، بالعكس يعني النادي برضو عنده عذره وامكانياته محدوده، لكن علينا ان احنا كنا نسعى اكتر من كده ونكافح اكتر من كده ونحاول بقدر الامكان ان احنا نوفر الحد الادنى. أنا شايف إن الحد الأدنى ده لسه ما وصلناش ليه. وأنا الحقيقة بشكر اللعيبة جدا، لأن إحنا لعبنا النهاردة بنص قوتنا، يعني تخيل إن أنا النهاردة أول مرة يلعب أجنحة جداد خالص عن الفريق، ومهاجم جده لعبت جده مهاجم، واضطرنا محمد حمدي زكي يجي طيران وصل الساعة فالحقيقة حاجات أحداث كتيرة أنا يمكن أستغربها، والموضوع برضو زي ما بقول هو مش موضوع إمكانيات بقدر ما موضوع تنظيمي. أتعشم إن الكل يعي الدرس ويعرف إن فرقتنا فرقة متميزة جدا، وقدمت السبت والحد والاثنين والتلات والأربع، وباقي خطوة مهمة جدا علينا إحنا في النادي إن إحنا نقوم بيها، وعلى الجميع إن هو يتحمل مسؤولياته، لأن أنا ما أقدرش أضمن لاعب يلعب تقريبا 9 مباريات في 32 يوم أو 33 يوم وأضمن إن هو يقدر يشارك بعد كده بقوة إلا إذا حصل روتيشن. أنا يمكن شفتوني أنا هادي في الملعب، لكن أنا صدقوني قضيت يوم امبارح لحد النهاردة ميعاد بدء المباراة يمكن ما نمتش، ما حطيتش التشكيلة إلا النهاردة متأخر في وقت المحاضرة. أنا متضايق جدا من الموقف ده، واتمنى ان الناس تتحمل مسؤولياتها وتحاول بقدر الامكان ان هي تعرف ان كرة القدم زي ما بيقولوا ليست هكذا تورد الابل، مش بيقولوا كده برضو؟ فبرضو مش اعتقد ان كرة القدم ما تلعبش هكذا، تحتاج لترتيب وتنظيم اكتر، تحتاج لارادة اكبر. انا الحقيقة مش بلوم حد، لكن الموقف اللي انا فيه ده موقف يدعو للتأمل من الجميع، ويدعو لأن انت تحس ان الفريق اللي انت بيشتغل معاك في النادي
فريق متميز ومحترم عايز يادي العون. وبعدين في بعض الناس بتلوم بتقول يعني انتوا بتلعبوا محمد حمدي زكي وهو رجع من اصابته. خلاص افتحوا لنا القيد وسجلوا لنا ناس وشوفوا يعني ايدلسون مصاب ومحمد حمدي زكي كان مصاب واللاعب اللي المفروض هنسجله يلعب النهارده ما تسجلش. طب خلاص يعني شوفوا لنا انتوا حلول يعني. الحقيقه انا محتاج يوم اعيد في حساباتي، لان انا الحقيقه شايف ان الموقف غامض وغريب. الفريق هيروح لبعيد بس عايز مساعده وعايز خطوه ايجابيه. الخطوه دي الكل يعلم هي ممكن تيجي منين. انا مش شايف الخطوه دي لحد دلوقتي، مش لامسها. الفريق محتاج خطوه قويه وايجابيه، محتاج خطوه تقدم لنا يد العون. ما اعرفش الخطوه دي ممكن تيجي ازاي ومنين، لان انا مش اداري، لكن الفريق محتاج خطوه.